FM. الكلمة ليك. ما بين لو جي تي تي ولوتيكا، هل أن الجلسة هذه اليوم نهائية وإلا ممكن هي تحضير لسلسلة أخرى من اللقاءات؟ لا هو شوف ما تنجمش تكون نهائية لأنه قد تكون بدائية، يعني بداية، يعني لأنه إلى حد الآن نعم وقعت عديد الجلسات ولكن ثم تعثرات، ثم مشاكل في المفاوضات ما نجمش نقدمه، ولكن إن شاء الله في بداية هذا الأسبوع وفي هذا اليوم بالذات وفي هذا اليوم أيضا، لأنه يعني هناك تكريم هذا اليوم الرباعي بمناسبة إحراز على جائزة نوبل للسلام بقصر قرطاج. أنا جايين الموضوع هذا يا سي بوعلية، أنا جايين. نعم، لا حبيت نربط الأحداث ببعضها. نتمنى أنه وهذا تمني كل سواسة وكل العمال وكل الشعب أن تكون جلسة اليوم إيجابية وانطلاق لفض الإشكال هذا والمشكل هذا، لأنه فعلا أرهقنا وأرهق كل الناس، وملفات كبرى تنتظرنا، دوسيات وشوانه صدية تنتظرنا، فلابد أن يطوى هذا الملف بأقصى سرعة ونطلقها بحاجة أخرى. فدعوة من خلال إذاعتكم إلى اتحاد الصناعة والتجارة أن يكون اليوم في هذه الجلسة بشكل أكثر إيجابية، ومستعدين لأن كلنا مع بعضنا هو الشغل واتحاد الصناعة والتجارة أن نلغي الملف ونلغي التفاوض ونخلوا العمال هم تقريبا أكثر من 1.5 مليون مثل ما وقع زملائهم في القطاع العام والوظيفة العمومية ينتظروا في نتائج المفاوضات، هذا خلي يطلقوا المنفذ ونجي مصلحة العمال مصلحة المؤسسات. واضح سيبو علي، أنت تحدثت قلت اليوم وأنه جلسة تفاوضية اعتبرتها ممكن ما هيش نهائية، قلت هي بداية جديدة خلينا نقول للمفاوضات حتى الوصول إلى حد. الكلمة ليك.